أقول وجهة نظري سريعا بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، لأن الجولة الخامسة والسادسة هيتلعبوا بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية، يعني بعد شهر فبراير اللي جاي. أقرب أربع أندية مرشحة للفوز بالبطولة من مصر: الزمالك وفيوتشر، من الجزائر اتحاد العاصمة، من المغرب نهضة بركان، وده كمان فريق متمرس جدا نهضة بركان المغربي في البطولة دي بالتحديد، وممكن أقول كمان الأفريقي من تونس. يعني عشان يضمن الزمالك وفيوتشر الاستمرار في البطولة عليهم ان هم يتأهلوا عن صدارة مجموعتهم، عشان كل واحد يضمن انه يكون بعيد عن الرباعي اللي قلت عليه. تاني حاجة، من دلوقتي لازم إدارة الناديين يحطوا في اعتبارهم التدعيم الجيد في يناير اللي جاي، فترة الانتقالات الشتوية، عشان هيكون في ضغط مباريات كبير سواء في الدوري في بطولة الكونفدرالية. وأعتقد أن يعني إدارة الأندية سواء نادي الزمالك أو مودرن فيوتشر بيعوا الأمر ده تماما. أكيد كل التوفيق إن شاء الله للثنائي المصري الزمالك ومودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية، والثنائي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.